ابو العز تفضل. انا بعد إلي عندكم طلب. انت ما بتطلب يا كريم، انت بتأمر يا ابني. مثل ما سبق وقلت انه انا ناوي استقر هون، يعني بدي اتجوز. ولو هذا المفروض الجواز نص الدين لك يا ابني. مشان هيك بيشرفني الحقيقه اطلبي في بنتك. شو؟ شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ لك انت شكله جلدك عم يحكك ولا ويطلع محمل من هون ولا؟ عود يا ابني انت وياه. يا بي مالك سامعه شو عم يحكي؟ يا بي مشان الله عود. خير يا ابو العز؟ انا قلت شي غلط؟ لا يا ابني عداك لعيب، ما قلت شي غلط. بس اللي ما بتعرفه يا كريم انه انا ما عندي بنات للجواز. ما فهمت. بنتين خطبت وكتب كتابه على ابن خالي الخميس الجاي. أنا بدي أعتذر، ما كنت عارف، ما تواخذوني يعني، عفوا. يلا يلا شرف.